السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم بدنا نراجع أداء الصلاة، أخذناها المرة الماضية، اليوم بدنا نراجعها مرة تانية عشان نثبتها. حكينا خطوات الصلاة، أول إشي أول إشي النية. حكينا بنتوضأ بطريقة صحيحة وأنوي الصلاة. حتى ننوي الصلاة لازم نحتاج إحنا إلى سجادة صلاة واستقبال القبلة. ما بصير احنا نصلي في اي اتجاه، لازم نستقبل القبلة، نحط سجادة صلاة باتجاه الكعبة المشرفة وانوي الصلاة. النية تكون في القلب. اذا اول خطوات الصلاة النية. بعد ذلك تكبيرة الاحرام، وهي ان ارفع يدي واقول الله اكبر. رفعنا ايدينا وقلنا الله اكبر. اذا تكبيرة الاحرام هي الله اكبر. بعد ذلك وضع اليد اليسرى على البطن ووضع اليد اليمين عليها، ثم أقرأ سورة الفاتحة وآيات قصيرة من أي سورة قصيرة من القرآن. إذا النية، تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة وسورة قصيرة. بعد الانتهاء من سورة الفاتحة نذهب إلى الركوع، وهو وضع اليدين على الركبتين وأقول ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذا ماذا نقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أعتدل من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. إذا بعد الركوع أعتدل وأقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. بعد ذلك أسجد على الأرض بهذه الطريقة، وضع اليدين والجبين والأنف على سجادة الصلاة. يجب أن يكون الجبين والأنف ملامسين لسجادة الصلاة. أقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات. إذا قلنا الركوع، بعد الركوع الاعتدال من الركوع ثم السجود، وأقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات. بين السجدة والسجدة يجب أن أجلس بين السجدتين، يجب أن أجلس بين السجدتين. هي جلسنا بين السجدتين، ثم أسجد مرة ثانية وأقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاثة مرات بهذه الطريقة. شايفين الإيدين على الأرض وكوع مرفوع عن الأرض، الكوع ما بنحط على سجادة الصلاة، بس الأنف والجبين بيكونوا ملامسين لسجادة الصلاة، وكف إيدك ملامس لسجادة الصلاة. الكوع، هذا الكوع يجب أن يكون مرفوع عن سجادة الصلاة. ثم أقوم وأصلي الركعة الثانية بنفس الطريقة التي صليناها الآن. بعد الركعة الثانية نجلس ونقرأ التشهد. التشهد رح ناخده إحنا بالصف الثاني إن شاء الله. بعد قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية نقوم بالتسليم. يكون التسليم أول شيء عن اليمين، شايف ايدك اليمين، بنسلم على اليمين ثم نسلم على اليسار. التسليم يكون عن اليمين ناحية ايدك اليمين، ثم اقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم اذهب الى ناحية اليسار واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي طريقة الصلاة. صلاتي سعادتي، احرص على اداء الصلاة على وقتها. يعطيكم ألف عافية.